إذا ركن الطبخ ضمن برنامج الأسرة في الصيف من إذاعة بقية فام، وتحضر معنا دائما السيدة أم حمزة. مدام صباح الخير، مرحبا بك. صباح النور، السلام عليكم. صباح الخير على كل المستمعين والمستمعات، يعطيك الصحة. صباحكم طيب إن شاء الله يكونوا يستفادوا من الحلقة، من الوصفات إن شاء الله كالعادة. نعم سيدة أم حمزة، إن شاء الله بقات لنا سمانة ولا أقل من سمانة للعيد إن شاء الله، وين تكثر يكثر اللحم كما نعرفوا، والنساء ديما يحوسوا على دي غوسات جدد، يحاولوا يجددوا شويه المائده تاعهم. نعم، واش تقترحي علينا اليوم بالاضافه؟ طبعا قلت لي نديروا سلطه خفيفه لانه لازم على اللحم. نديروا وين سلطه؟ ودي غوسات تفضل. سلطة فاريونت ندير لهم ان شاء الله. احنا عندنا العصبانه يديروها، انا اليوم ندير لهم عصبانه مختلفه شوي. اللي يديروها تاع القبايل؟ اللي يديروها تاع القبايل. وندير لهم نديروا الديكورت مفورين مليح. اوكي، وكان عندنا وقت نزيدوا شويه يعني حاجه خفيفه، حاجه مليحه. ايوا تفضلي. نبداو بلا سلطه؟ نبداو بلا سلطه. نجيبوا المواد تاعنا، الاخر خيار، طماطم، سلطه، فلفل، عندنا شويه حمص مغلي، عندنا شويه بصله. نقصوهم كل، نغسلوهم مليح، نشفوهم ونقصوهم صغار. نديروا لهم مين صوص، صوص فينيغريت، موطارد، شويه مايونيز، نخلطوا معاهم خل من نوع، واش ننصح الاخوات دائما نخلي يكون من النوع الجيد، لان هذه ولا قارص. يعني اللي عنده القارص احسن لانه طبيعي. شويه ملح، شويه ثوم رابي، اللي يحب ولا بودر، واللي ما يحبش هذا يعني اختياري. ياسر يبقى ذوق. يخلطوهم هذه سلطه فاريونت، يزينوها بالزيتون ويقدموها يعني كما بارده، لان مع اللحم يعني شويه لازم تسهل عمليه الهضم. اكيد تسهل علينا عمليه الخضره ولازم. نعم، هذه لسلطه يعني يوم يديروها كل صافي خفيفه باش نبدلوا شويه على تاع الورق وحدها. وحدها نخلطوا كلش مع بعضها ونقدموها. نعم، نروحوا العصبان. نروحوا نديروا اليوم عصبانه. عصبانه بالروز احنا نديروها، يعني نديرو غير بالاحشاء الداخليه تاع الكبش. نغسلوا الكرشه تاعنا مليح، نقصوها على قده الطرف، ما نديروهاش وحده. كل مثلا على افراد العائله، كل عائله واش عندها تقص طراف باش كيفاه تقدر تخيطهم حبات، كل واحد يدي حبات لابول تاعو، كيما لابول تاعو تخيطهم وتخلي شويه فتحه، ودير الحشوه تاع، دير مثلا تغلي المصارن هذوك، تغليهم مليح بعد ما تنظفهم مليح، دير لهم الخل، يعني هذه حاجه لازم نغسلوهم مليح. تغليهم مع شويه خل وتقصهم طرف صغار. زيد تحب دير يعني الريه اللي ريتها مليحه، لان هذه لازم يعني يفيري مليح مع الكبشه. انا يعني الاكثريه ما نستعملهاش، نخاف. تخافي؟ نعم. شويه من القلب، شويه من الكبده، يقصوهم كل طرف صغار، يخلطوهم مع بعضهم، يديروا شويه نعناع مليح بزاف ويعطيها واحد البنه مليحه، والمعدنوس، يكثروا شويه من هذا، يربيوا لها حبه بصله، يربيوا شويه سناريه، يعني هذه باش الخضروات تدخل في كل شيء بشكلهم الاولاد، لانها طريقه ما يشوفوهاش وياكلوها تجي بنينه. يديروا التوابل اللي نديروهم احنا، في كل اخت التوابل تاعها حسب الذوق تاعها، انا ما نفرض عليها حتى. وفلفل كحل، شويه الملح، وتحشي له واش كي تحشي، تخلي مثلا تحشي ثلاث ارباع وتخلي الحق ما تنفخ يتنفخ الروز تاعها، وتخيطها ودير معاهم، دير معاهم الروز لداخل، ودير معاهم الروز لداخل، مثلا فنجال ولا غرفيه تخيح حسب واش عندها حشوه، وتحشي بها الاخرى تاعها وتخيطها. تخيطها وتحطها في الماء باش تشلل كيما حكمت، ولازم تعاود تغسلها. تعاود تغسلها من جهه، تحط دير شويه طماطم تاع الحب، بصله، ثوم رابيين، تقلي كيما نديروا يعني المرقه تاعنا كل. دير معاها حفنه تاع الحمص، تخليها مرقه بيضاء. مرقه بيضاء تغلي، ديرها طماطم تاع الحب، تحب تدير حتى فلفل احمر ولا باش تجيها حمراء، تحب ديرها بيضاء ديرها بيضاء كيما تحب. انا يعني نفضل هي حمراء. تحبيها حمراء؟ هذه حمراء تتماشى مليح مع العصبان والرز. تتماشى مليح مع الرز. وتحط العصبانه، ونفضلوا كوكوت باش يعني تسهل عليها عمليه الطهي، وتقفل عليها
صافي تحط هذاك لاصوص تاعها وتحط فيها الاصبعات فيها تقلي وتمرق كيما نديروا اي مرقه تاعنا. شو هذاك تحط في بلاصه الحم ولا الجاج؟ في بلاصه الحم والحمص نتاعها. تسايس برك ما يتقطعوش. ودير شويه حمص قد الكميه اللي تاكل العائله تاعها كل عائله كيفاه. وتقفل لاكوكوت تاعها حتى تلقاها طابت دير فيها ما يتحلوش ويجيو من اروع ما يكون. تقدم معها شويه دبشه وهي ما ان حمراء كان حمراء دير معها شويه دبشه كان بيضاء تقدمها مع القارص والمعدنوس كما يعرفوا كل الاخوات بيان سور على الاقل طريقه جديده. هذا الطبق احنا انا مثلا دائما الغدوه تاع الغداء هذا ندير لهم عصبانه. نهار الاول انا نفضل الاخوات الكل يقليوا الكبده. نفضل يديروا معها بيري مع لاصوص هذيك تاع الكبده تجي مليحه. هاي يعني بلا يجيهم غدا مش الكبده وحدها ما عندها ما خاصها ما تهزش اصلا تكون عائله كبيره. لا عائله كبيره ولكن مع لاصوص هذيك تاع الكبده ولابيري ولا كل واحد تكفي تكفي يجيهم غدا مع السلاطه كيما هذه اللي درنا وعداو هذاك الغدا تاع هذاك النهار. وهي يعني بكري في وقت جدادنا نهار العيد يديروا شخشوخه. احنا مازلنا نديروا شخشوخه. هي هاني قلت كاين اللي يديروا العيد يديروا شخشوخه ولا بربوش يديروا شخشوخه درك هذه على حسب العائله والعادات والتقاليد والعادات تاعنا نديروا شخشوخه وحنا نديروا تاع الطاجين النعناع هذيك نديروها احنا في العيد الصباح. ولكن درك العائلات ولات صغيره صح يحبوا غير العليان لا يسمى الشخشوخه كي يتلموا عند الجدود وهذا الدار الكبيره نديروا شخشوخه. ننتقلوا للطبق الطبق الثاني اللي قلتي الثاني تاع ليكوت ليكوت مفورين يا اخي كي نقصوا الذبيحه تاعنا ليكوت مفورين باش نشوف يقليوهم كي يقليوهم ما يطيبوش احنا دائما هذا هو الاستهلاك تاعنا صح هذا الاستهلاك ولا نشويوهم ولا نشويوهم هو هذا يقليوهم ما يطيبوش كيما لا ياكلهم بكل هو الزيت يضر يستهلكوا يستهلكوا ليكوت يطيشوا غير العظام احنا نطيشوا النص تاعنا شفته صح ساعات نروح عند حد يعطي مثلا يحطوا لنا ليكوت النص تاع اللحم يقعد في ليكوت ما ياكلوهمش ما يطيبش مليح ما يطيبش مليح جبت لهم طريقه ان شاء الله تعجبهم ويجربوها ويجربوها صحيه ومليحه يعني يحكموا ليكوت تاعهم كل عائله تجبد ليكوت اللي راح تديرهم تربي شويه ثوم دير لهم التوابل كيما العاده اللي نديروهم شويه مطاط مليحه يعني للدهون وكل باش ما يضروش دير الماغينات نعم تخليهم مثلا يقعدوا ساعه ساعتين على حسب مثلا كل ما طولوا كل ما مليح طيب العشاء هي تحب ديرهم مثلا الغدوه ديرهم في العشيه في الليل وتخليهم الصباح تحط البرمه نتاعها وديرهم في الالومنيوم ولا في البابي دو كويسون ومن بعد ديرهم ولا لي ساشي هذوك وتحطهم في الكسكاس يفور كيما نفور نورمال كيما نفور وعاد تحب تحطهم ياكلوهم هكا راهم ملاح تحب تعاود تزيد تحمرهم تحمرهم ولا في الفور ولا في الفور انا يعني نحمرهم في شويه زيت على بالك الدراري كيفاه يحبوا ياكلوا ما يحبوش اللحم هذاك صح ما يحبوش كي نفورهم ما نلقاهم من اروع وياكلوا بكل ساعات العظم ياكل حتى العظم يطيب والله حتى العظم يطيب صح بالفور يطيب مليح يعني بزبده كما نقولوا هما صحيين وياكلوا يستبنوهم يعني مش يمشوا هذاك شويه تاع اللحم ويطيشوا هذه يعني طبق مليح وتكون يكون مرفوق تحب لازم حاجه فريت ولا لازم ايه دير فريت ولا دير بيري ثاني ولا شكشوكه ولا اي حاجه ولا شكشوكه ولا هي والامكانيات تاعها والعائله تاعها درك كل عائله كي تكون كبيره لازم نعاونوا شويه بالخضره الخضره مثلا دير معاهم كي تقليهم في الزيت دير معاهم تصوتي معاهم زليقو والله تصوتي معاهم مثلا زروديه هذوك كل مليح الخضروات احنا انا نشوف فينا نسيتي على الخضروات باش يعودوا ياكلوا الخضروات صح لان لي بات بزاف والله غير هذه اللي داروا لنا الامراض كله داروا لنا المصران وداروا لنا والقليان بزاف ثاني والقليان ماذا بيا الاخوات علم ولادهم ياكلوا الخضره هذا تاع العيد تاعنا نزيدوا شويه لانه مازال عندنا وقت زيدوا لنا نديروا لي هذا اللي طلبته اسا امينه ها الملفوف ملفوف تاع الكبده اللي نعم الناس كامل تقولها وبنين نهار درك يذبحوا احنا في عادتنا انا قلت لك احنا نقليو الكبده نديروا لابيري انا هذه عاده العيد ساكري عندنا واللي يدير يعني خلي انا يعني انا نهضر على نفسي العائله تاعي ما عنديش العائله انا ولدي وولادي يعني زوز ما عندنا ما يعني الكبده تاعنا تبقى اللي يديروها في الليل يديروا الشواء يديروا الملفوف هذيك الكبده يقصوها مربعات كيما نديروا في الشواء يديروا لها ماغينات
حتى هي درك التوابل. انا قلت حسب اختيار السيده واش ياكل ولادها، شويه سنه تاع ثوم يربيوها، يديروا شويه تاع لموطه لا ماغيناد عادي، ماغيناد عادي نعم، ويحطوهم يديروا لها قطره تاع الزيت مع لا ماغيناد هذيك، يخلطوها مليح، يحبوا يزيدوا لها قطره تاع الخل مليحه ثاني. كاين اللي يدير الكاتشب، كاين هو اكثر ما يحبوش يكرهوه. هاني قلت لك حنا يعني كاين اذواق جديده دخلت علينا، حنا كاين اللي يشتيوه كاين اللي يشتيوه. كيما انا كان ولدي يديرها فوق الاخر بعدو ياك يخليو خليوها مثلا داروها على 12 وما يديروش شويه في الليل، يخليوها في الفريجيدار، يغطيو البابي فيل ويحطوه، ومن بعد يجبدوا الشحمه هذيك تاع الصفاق اللي نقولوا حنا هذه تاع الصفاق، يقطوا يقصوا قد ما كل طرف، ولا يحبوا له حتى السيخ كامل تاع الشوا صافي، يديروا البروشيت، يديروا البروشيت كل واحد يلفوه على يقولوا من الفوف، كل طرف يلفوه ولا تلف كامل، ولا تلف كامل السيخ هذه باش يعني ما اللي يكون ما يشبع ولا ما تتعبش، تلف كامل السيخ تاعها. وما نساوش الملح طبعا، لان الملح هو البنه كلها راهو في الملح، هذا كل حطينا من الصوص راهو ما يتكلش مهما درتي. هذه اللي تحب، انا قلت لك تلفوا كل طرف وحده يعني احنا يكلم. ولا لابروشات، ولا لابروشات كامل تلفها كامله طويله وتحطها تشويها تشويها. يقولون بنينه، انا جامي كليتها هذه بنينه، انا يعني انا من شوي بالحاجه اللي فيها الشحمه ما ناكلهاش ما ناكلهاش. نعم هذه يقولوا كل رايع رايع بصحتهم، هذه مليحه بالصحه والهنا والاخت. واش بغيتي؟ هذه واش بغيتي امينه؟ خبز الدار بطريقه خفيفه تاع الفارينه مش تاع الدقيق. هاي سي نعطيوها خبز الدار ومن بعد نروحوا نستمعوا النغمه. يلا انا ندير خبز الدار من اروع ما يكون بالدقيق وساهل، ما تقلقي روحك. مش تعجن امينه بدا تحطو وطيبو طا في الفور. انا ديجا قلت لك كل 5 5 ديري لنا خبز. يلا كيفاش ندير؟ هاي ديري تاع الفارينه. هاي ما فيهش العجين، سيرتو العجين خلاص خلاص. يلا هاي عندنا مثلا ديري خبزتي واحدة صغيرة عنده شعيلة، ديري كاس تاع حليب، كاس حليب ايوا، كاس ماء، كاس زيت، تاع الزيت نقصي منه شوي ما تعبيش كيما لان ندهنوا الصينية، تنقصي من الزيت هو يجي خفيف، ما يجيش مبس بزاف، ما يجيش مبس بزاف. ديري مغرف تاع الخميرة، الملح حسب الذوق، الملح ثاني كاين اللي ما يشتيش الملح، عنده يشتي مثلا مريض ولا يدير مسوح. مغرف خميره كبيره ولا صغيره؟ كبيره كبيره. دير السينوج ولا حبه حلاوه ولا كل واش تحب دير. دير السينوج هو يعني داير السينوج مليح وحبه حلاوه ثاني مليحه في الخبز، ودير الفارينه نتاعها، دير شويه خبز مغرف تاع القهوه تاع خميره تاع الكاطو، تنحي دير بيضه تنحي البياض تخلطه مع المواد السائله وتخلي صفر باش تدير به. نعم باش يعني ما تفزدش البيضه تاعها، هي يعني تحبي ديريها وتحبي ديري حتى وحده كامله مش مشكل، ديري بياض بيضه والصفر تخليه باش تدهني به، تخدميه مليح بالفوي باش ما تعجنيش، خدميه مليح يدخلوا في بعضها، وديري الفارينه، ديري الفارينة حتى تشوفي لا كونسيستونس تاعها، تقدري يعني تلوحيها في الصينيه وما تكونش يابسه ما تكونش سائله خلاص، تجي متوسطه يعني كي ديريها هكا ما تهبطش في الباط وتتحكمي فيها ما تعجنيها ما تهبطيها، كي تجيك في الصينيه تقدري ديريها بيد تعجنيها ديري تخبزيها الزيت وتخبزيها تجي سائله، وهذا لاباط يعني تنقصي منها شويه زيت ديري بها حتى البيتزا. انا ندير كيما درك، انا ممنوع لقى العجن دونك تستعملي الحاجه اللي بيتزا ما خلوهاش ترتاح مثلا، تخليها تطلع بيان خليها تطلع وتعاود تخبطها تخبطها مثلا بيدها، دير يدها في الماء وتخبطها هكا تخرج منها تخرج منها الهواء وتصبها، تدهن مليح الصينيه تاعها وتصبها في الصينيه فقط، ودير وتدهنها بصفار البيض يكون مخلط مع شويه قهوه، تدهنها ودير فوقها سينوج ولا جنجلانيه ولا، وتخليها تزيد تطلع، هو الخبز كل تاعو هو في الطلوع في الطلوع كل ما طلع بزاف، وما يكثروش الزيت لان الزيت على بالك تقتل الخميره، هذه الزيت والملح يقتلوا الخميره، علاه الملح دايما ديريه بعيد على الخميره ما تحطيش مع الخميره، صح ديري مثلا الجهه هذه فيها الخميره الجهه هذيك فيها الملح ما تخلطيهمش مع بعضها باش ما ت نعم هذا هو. يعطيك الصحه سيده ام حمزه بارك الله فيك، حلو ما كانش صحه حلو ما كانش معليش صحه عيدك كل عام وانتم بخير ان شاء الله، الثلاث الجاي جوست ابخي العيد ان شاء الله يا ربي يعطيك الصحه، شكرا ان شاء الله شكرا.
المحطة الثانية تدابير منزلية، ومعنا أمينة الشرقي كالعادة. أمينة صباح الخير، مرحبا بك. صباح النور أختي ثلجة، صباح الخير لكل مستمعي المستمعات. شكرا. إذا مجموعة من التدابير المنزلية إن شاء الله. اليوم اخترتي مجموعة اللي عندها علاقة بالعيد، لأنه النساء كاملة راهم يوجدوا إن شاء الله، حنعيشوا العيد، حنعيشوا تاع المطبخ سيرتو في الكوزينة. واش اخترتينا اليوم كتدابير نمدوها للسيدات والأنسات؟ والله شوية تدابير جبتهم اليوم إن شاء الله يفيدوني أنا ويفيدوا كل المستمعين والمستمعات إن شاء الله في الكوزينة تاعهم. من جديد نقول لكم صباح الخير لكل المستمعين والمستمعات، توحشتكم بزاف الاسبوع اللي فات، كنت غايبه معاكم. اليوم انا رجعت وجبت لكم شويه تدابير، ممكن كاين اللي كانوا يستعملوها بكري جدودنا، كيما كاين اللي جديده درك. نبداو على بركه الله. درك في العيد الحاجه المشكله الكبيره اللي نلقاوها احنا في الكوزينه تاعنا، اللي هي كيما كنا نحكيو في الكوليس على الطابونه والتشواطن تاع البوزلوف والكرعين. نعم. والكرعين هي درك احنا عندنا المشكله اللي نلقاوها بزاف الطابونه تاعنا، بعد كيما بعد الشواط تتحرق الشعر هذاك نتاع الراس يولي يطلق لك على هذيك الطابونه، من بعد تولي تكحل، من بعد تولي. حنا واش رايحين نديروا اليوم؟ جبنا طريقه كيفاش درك طرق راهي تتعدد، كل وحده والحاجه اللي تحبها هي والحاجه اللي تساعدها. كيما قلتي قلنا كيفاش ننظفوها ولا كيفاش نشوطوا البوزلوف. كيفاش اول حاجه باش نوجدوا حنا كيما يقولوا الادوات نتاعنا اللي باش نوجدوهم قبل، اللي باش نخدموا بهم الراس ولا الامعاء هذوك نتاع الكبش. قلنا نخدموا بالطابونه اللي هي حاجه امبورطونت. بعد ما جبنا هذاك نجيبوا الطابونه تاعو، نجيبوا البابي الومنيوم نغلفوا به الطابونه تاعنا كامل مليح باش نحافظوا عليها. الا حبيتي تستخدميها الطريقه تاع المنصب هذاك المنصب برك ماشي على هذوك الرجلين تاعها من الفاتحه نتاعها، باش من بعد ما نغسلوش. حبيتي تخدمي بها طول العام، حبيتي تحافظي عليها برك للعيد وخلاص. وانا ننصح شغل على طول العام باش تحافظي على هكاك وباش تحافظي عليها، هاو يقيسها الماء مثلا، سخنتي الماء ولا طيبتي حاجه ولا هيا ولا قليتي حاجه ولا هاي تولي تتقاشالك. درك كل شيء بالبابي الومنيوم، وكاين اللي يغلف حتى بالبابي فيلم. بابي فيلم شغل تخافي لا يعود يذوب لك، ماشي كيما البابي الومنيوم، هاو مش رايح يتحرق، ما متعرض لهذيك الحراره ماهوش رايح يفسد، ورايح يحافظ لك على الطابونه تاعك. الطابونه ماشي تاع 100 و200، ربي يبارك لهم الطابونات نتاع درك راهم غاليين، بحال راح تخلي طابونتك تفسد، وكيما يقولوا في الفايده ليك واقتصاد لجيبك، وباش ما تتعبيش ثاني. وحاجه نظيفه كاينه حاجه ثاني، قلنا البوزلوف كاين اللي يحب يحرقوا يشوطوا على النار. قبل ما نرجع البوزلوف نسيت حاجه، بعد ما قلنا غلفنا هذيك الطابونه تاعنا على الليكوتي تاعها وعلى رجليها وعلى المفاتحه تاعها، هذيك منين تشعل النار الريشه هذيك تاعها هو اكيد راح توسخ لك انت، باش ما يتغلقولكش هذوك هي المسام نتاعها. واش ديري لها بعد ما تنيتواي الكرعين نتاعك والراس نتاعك؟ نحي هذيك، اي سهله باش تنحيها، نحي هذيك الريشه نتاع الطابونه وحطيها في نص ساعه وهي مرقده في الخل، تولي الخل هذاك رايح يولي يقتل لك هذيك الزيوت نتاع هذوك تاع الراس هذاك، وراح ينحي لك كامل هذاك الشعر اللي كان طاح. هي الوحده اللي ما تتغلفش دونك. وهذه طريقه بعد اللي باش نحيو بها الحموم هذاك كيما نقولوا حنايا، كان اللي الطابونه تاعو النار تاعها تجي حمراء، دير لك هذاك الكحوله في الماء نتاعك. واش ديري انت؟ حطي هذيك الريشه في الخل نص ساعه، راح يقتل لك هذوك لي بكتيري ويذوبوا هذوك الزيوت. وحنا حكينا في حصة السابقه قلنا باللي الخل عنده فوائد كبيره سواء في التنظيف ولا باش نعطروا الحوايج تاعنا ولا باش نحافظوا على المواد الغذائيه تاعنا. قلنا لازم نستعملوا الخل وسورتو الخل الاحمر. الخل الاحمر مليح بزاف. خلاص انا من نفسي نستعمله
استعملوا في الدار. نعاودوا نرجعوا للبوزلوف. كما قلنا بوزلوف كاين اللي يحرقوا هذه الطريقه بون شايعه من قبل، وكيف كيف نفس الطريقه اللي راح نزيد نمدها برك كل مره كيفاش تختار الطريقه سهله. وانا في نفسي الطريقه سهله هي الطريقه هذه تاع تحطي البوزلوف نتاعك تغليه في الماء، تحطيه في كيما تريشي الجاجة عادي، تسخني الماء نتاعك ومن بعد تحطي البوزلوف راح يطير لك الشعر هذاك تاعو ليه ليه، ومن بعد يجي نظيف يجي صامت ثاني ما يجي صامت والله ما يجي صامت. من بعد هكاك بعد ما تنظفيه كامل بغيتي تعقبيه باش تخلقي هذيك البرونزاج للكبش نتاعك، ما تخليش هكاك تحرقيه ماشي تبرونزي تحرقيه شويه. انا بون الحريق هذاك والله سورتو كاين اللي فوتلها شويه في النار وما تعرفش ليه تقلبه وتخدم به والله يطلق لك شويه المراره. انت تخدمي الراس؟ بصراحة شوفي بالطريقة الأولى تاع التشواط بون تشواط على النار الريحة تاعو ما تعجبنيش بكل، انا سورتو عندي الحساسية ما نحبوش وما نقربش ليه. انا سبيسياليست في العيد للامعاء للدوارة، تغسلي المزامس ما عندي اختي البوز اللوف وانا المصارن الغرنو كيما نقولو حنايا، هي الغرنو كامل هذيك هي تقاسمنا المهمة ديجا خلاص با وحده ما تقول لخوتها. طيب مادام تغسلي بزاف المزامز واش هي الطريقه اللي تستعمليها انت؟ لانهم لازم يتغسلوا مليح، لازم يتقلبوا، هما شوي صعاب، هما صعاب هذيك الماده اللزيجه دونك درك عليك وعلى الطرمبه تاع الماء برك. العين لازم تكون العين لازم تكون العين قاويه برك باش ما تخليش هذاك التبن يبقى لك، لازم الماء يسيح، هي لازم يسيح باش ومن بعد تنحي لها هذيك الشحمه شويه اللي لاصقه في الكرشه تاعك. انا كيفاش نقلب المصارن هذوك كيما نقولوا احنا تاع الشحمه؟ والله بصبعي ولا بكري ماما واش كانت تدير، تجيب لنا تيوب هذاك تاع ستيلو تجيب هذاك تاع ستيلو وتقلبي هذه بطريقه سهله، ولا هذاك العود نتاع الشوا، العود نتاع الشوا هذاك شويه قادر يفزد لك هذيك المصرنه تاعك سورتو الا حبيتي ديري بها العصبان. ترى ما كاين اللي ما يستعملش الكرشه ولا مرقاز ولا حاجه اللي حبيتي ديري بها هذيك الاخر، ديري بصبعك برك ولا ديري بالوحده هذيك تاع حاجه بلاستيك، حاجه بلاستيكيه بون ماهيش راح توجعك ورايحة تساعدك. انا ما نخدمش بها، نخدم بصبعي، تجيني حاجه سهله ونستمتع كي نعود تقلبي في المصارن، نعود نقلب فيهم ويعجبوني. أيوة. ونلعب سورتو كي يعود الماء ياسرك تكون العين بزاف سهل. كيما كنا قلنا على كاين ثاني اللي ما يحبش هذاك الزغب اللي يجي في الكرشه، هذيك الحاله الحروشه هذيك كيفاش دير؟ تخلي الكرشه هذيك تاعها برك واش ياكل الموس، والله كاين اللي ما يحبهاش ياكل غير الجلده، تقعد غير الجلده هذيك. انا ثاني من نفسي ما نحبهاش، يسمى نحب الكرشه نشوفها مرا بها بالجلده تاعها في الشعر هذيك تاعها بالجلده تاعها. كاين اللي ما يحبش، هذا الناس اذواق. بون قلنا في مادامك راح ديري البوزلوف وراح ديري الكرعين وراح تخدمي الدواره امبوسيبل ما يجيكش الذبان، صح يجيك في الكوزينه تاعك، وامبوسيبل الكوزينه تاعك راح ما تبقاش فيها الريحه هذيك نتاع اللحم جديد والاخر، سورتو للناس بون المعفافه ولا يتصفوا في الباطيمات لانه الدار صغيره، دار صغيره ماهيش راح تكون متهويه. بون واش راح دير؟ انا مسبق ومديت هذا التدبيره، تدبيره كيما قلت دائما نستعمل الخل، انا الخل نستعمله بزاف مليح لكلش، مليح للتنظيف نتاع الادوات نتاعك الكهرومنزليه، ومليح ثاني للنتواياج نتاع الارضيه، مليح ثاني باش تعطري به، مليح باش تحافظي به المواد نتاعك. كيفاش قلنا التدبير اللي نتاكيو بها هذا الحشرات اللي تجينا من الروائح نتاع الدم واللحم وتاع التبن هذاك اللي نحيوه من الكرشه، قلنا نخدمه بالخل الاحمر. كاس تاع خل احمر معاه كاس نتاع الماء تحطيه في بخاخ، كاين اللي يزيد الجافيل كيما كاين اللي يزيد البيكربونات، ما زيدي الجافيل احسن منظف احسن كامل منظفات وكامل معطرات ومواد كيما يقولوا ماهيش اللي تضر اللي رايحه تضر، تحطيها في بخاخ بعد ما نتوايتي الدنيا تاعك تبخي شويه بخي شويه راح تطلق لك ريحه مليحه وراح يحاول شويه راح يحاوز لك شويه هذا الجراثيم وراح يقتل لك مام هذا الجراثيم سورتو الريحه. كاينه حاجه ثاني
كامل نحبوا الشواء ونستعملوا بزاف هذوك العيدان الخشبيه. نعم. المطارق تاع الشواء كان اللي يستعمل تاع الالومنيوم كيما كان اللي يستعمل تاع الحديد كيما كاين اللي يستعمل تاع اللوح. بون هذوك تاع الالومنيوم وتاع الحديد ساهلين باش تنظف جافيل ولومها ماشي كيما تاع اللوح حتى كي تحطيها على النار تحكم لك وتتحرق. درك احنا هذه التدبيره بون يستعملوها بزاف لي شاف هذه ماشي تدبيرتي لا اله الا الله محمد رسول الله هذه التدبيره يستعملوها بزاف لي شاف يقولوا بعد ما تشري هذوك المطارق تاعك تاع الشواء حطيهم في باسينه تاع ماء بارد ماء بارد وحطي معاهم شويه ملح لمده تاع نص ساعه. من بعد كي تعاودي تستخدمي هذوك المطارق تاع الشواء ماهمش رايحين يتحرقوا لك في الكانون نتاعك. هذه هي كيما كاينه تدبيره واحده اخرى تاع فيما يخص الشوا بعد والفحم والاخر باش ليه يشعل لك هذاك الفحم تاعك ديري قطره زيت قطره زيت برك مع هذاك كاين اللي يستعمل ليسونس وخطر قلنا ديري قطره تاع زيت راح يشعل لك الفحم هذاك تاعك. هذو هما التدبيرات اللي جبتهم لنهار اليوم ان شاء الله ان شاء الله تغسلي مليح الدواره ان شاء الله كنت تديري الراس انا ما نديرش ثلج اختي على خاطر عندي الحساسيه وما نشتيش الريحه تاعو. المهم خدمي انت المصارن هذيك هي انا خدمتي المصارن والعصبانه تاعي تجي ربي يبارك رايعه شكون راحه والله يا بربي ان شاء الله نجيب لكم وتذوقوها ان شاء الله بربي ان شاء الله. امينه شكرا. كيما كاينه ثاني عصبانه واحده اخرى تاع الريه اسمع قال لك شريف الثلاثه انا خلاص ان شاء الله حد اثنين مش ما تقولي لناش وخلاص هي البنه نتاع العصبانه كي تقعد مده طويله على حسب تقول لك كي لا 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 مده طويله على الاقل خلاص قالك شريف ماشي تسلات هذا تسلات الاخر لكن اللي بعده بربي ان شاء الله راح يجيكم طعام ان شاء الله يعطيك الصحة بربي ان شاء الله عيشك. شكرا لك امينه الشرقي ان شاء الله مزيد من التدابير اللي هي ديزاستيوس هكا نعاونوا بها السيدات خفيفه ومليحه وبسيطه بيان سور كان كل راهم يحوسوا على حاجه اللي سهله اكيد واللي تكون افيكاس. يعطيك الصحه امينه شكرا لك على المعلومات ان شاء الله الثلاثه الجاي بعد العيد صحه ان شاء الله يا رب ان شاء الله يعطيك الصحه شكرا.